وللمزيد حول هذا الموضوع معنا على الهاتف الكاتب والمحلل السياسي الدكتور محمد مبارك جمعة. مساء الخير دكتور محمد. مساء النور. أهلا وسهلا. يعني بداية، النيابة العامة وجهت كما ورد في هذا البيان اتهامات لشخصين بحرينيين بتلقي أموال من المدعو عبد الله بن خالد الثاني الوزير السابق بالحكومة القطرية بهدف الترشح في الانتخابات النيابية المقبلة. يعني كيف تعلق على هذا التدخل السافر في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين وهذا الإصرار على إلحاق الضرر بالمؤسسات التشريعية؟ نعم، يعني في الواقع هو أمر خطير جدا، ليس غريبا ممارسات النظام القطري في هذا الجانب. نحن يعني تعودنا على تدخلات قطرية في الشأن الداخلي للبحرين منذ سنوات طويلة. المستنكر في هذا الموضوع هو أن يتورط بحرينيون في تلقي أموال من هذا النظام ومن هذا الشخص تحديدا عبد الله بن خالد آل ثاني، المتورط أصلا في دعم وتمويل الإرهاب. هذا الشخص وفر الدعم والمأوى والمساندة لعدد كبير من الإرهابيين حول العالم، يصل عددهم إلى ما ينوف على 100 إرهابي. طبعا حينما يقوم هؤلاء بوضع أيديهم بيد هذا الشخص ويستلمون منه أموالا بهدف التأثير في سير ونتائج الانتخابات البرلمانية البحرينية، بما يؤدي في النهاية إلى حرف هذه الانتخابات عن مسارها أو الوصول إلى أهداف معينة تخدم النظام القطري، فهو يعتبر جرم كبير جدا. ولا ننسى أن كانت هناك تسريبات في السابق تحدثت بكل وضوح عن وجود من يتعاون مع النظام القطري بهدف التأثير في سير عملية الانتخابات. هذا الكلام مضت عليه أسابيع، واليوم يثبت أن هذا الكلام كان مبنيا على معلومات موثقة. نعم. ويعني من المهم جدا أن نشير أيضا إلى أن وزارة الداخلية قد خصصت منذ قليل خطا ساخنا لجميع المواطنين البحرينيين وجميع الناخبين وجميع المراقبين داخل البحرين للاتصال والإبلاغ عن أي حالة يشتبهون بأنها تمثل تدخلا خارجيا في الشأن الداخلي البحريني فيما يتصل بالانتخابات، سواء كان تلقي أموال أو أي نوع من أنواع الدعم الذي ينتهي إلى التأثير في سير عملية الانتخابات. طبعا النظام القطري يتدخل في الشأن الداخلي في البحرين، في السابق كان يقوم بضخ أموال بهدف إحداث عمليات إرهابية داخل البحرين، ونجح في تنفيذ بعض هذه العمليات من خلال الأشخاص الذين تلقوا أموالا من هذا النظام. اليوم يغير النظام القطري من سياسته، أو ربما ينتهج سياسة إضافية تهدف إلى التأثير في عملية الانتخابات القادمة. وكما نعلم البحرين منذ إطلاق المشروع الإصلاحي لجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة حفظه الله تعيش حياة مدنية ديمقراطية فيها مساحة كبيرة جدا من الحياة المدنية، من التعبير عن الرأي، من عودة المؤسسات التشريعية والدستورية. والنظام القطري بما يحاول فعله فإنما يخطو خطوات باتجاه التدخل في الحياة البرلمانية والحياة المدنية البحرينية. وحسنا فعلت الجهات الرسمية في البحرين والجهات الأمنية بأن كشفت هذا المخطط وخصصت خطا ساخنا لإشراك المواطنين لفضح كل من تسول له نفسه التدخل في الشأن الداخلي البحريني. نعم، الكاتب والمحلل السياسي دكتور محمد مبارك جمعة، شكرا جزيلا لك.